بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل، ومن الله دائما طالبين التوفيق والنجاح والسداد. أحيي بحضراتكم وأرحب بكم مشاهدينا الأعزاء في انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة هنا في أرضية عاصمة الميادين، وشوطنا الخامس الذي انطلق قبل قليل يحمل منافسات وتحديات الحول من فئة المحليات الأصائل. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. لأبدأ مع المقدمة ومع المركز الأول وأندفع مع شعار ملامح. ينطلق هنا شعار خليفة بن محمد بن لويع الخيلي مقدما لمياسة باندفاع جميل وانطلاقة مميزة. نقلتنا التالية الى المركز الثاني، هنا الحضور وانطلاقة وسام لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. ينتقل للمركز الثالث واندفع مع الواصلة بهذا الاداء اللي هي القادمة الظبي لمحمد بن علي بن سعيد بالسبع الدرعي. بينما المركز الرابع تحركت وانطلقت هنا شقف لعبيد بن خلفان بن عبيد المزروعي. نقلتنا للمركز الخامس وخامس المراكز حذاري لأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. بينما المركز السادس انطلاقة من وبرة المبارك بن شعفان بن عبيد العامري. بينما المركز السابع وسابع المراكز تدخلت وانطلقت هنا كصدمة خليفة بن محمد بن لويع الخيلي. بينما انتقل للمركز الثامن تحركت في هذه اللحظات وتواصلت بهذا المستوى الجميل هنا في هذه الانطلاقة المميزة والرائعة في اجتماع هذه الأسماء التي تشهد المنافسة والتحدية. فوصلت هنا الطيارة والقادمة هذه المتحركة جبارة لمحمد بن سعيد بن صباح الهاملي يقدم لنا انطلاقة جبارة. بينما الوصول هناك من الجانب الآخر والتحدي المميز من خلال وجود وحضوري ايضا هناك القادم الطيارة حمد بن سلطان بن سيف المنصوري. وعاشرا تحركت بهذا المستوى وتقدمت بهذا الاداء شعار يحمل المتعة دائما. من انتزع الشوطين الرئيسيين هناك مع انطلاقة ندى ودانات قادمة بنت ظبيان، فمرحبا بهذا الاسم لسعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري. يقدم لنا انطلاقة بنت ظبيان الواصلة في هذه اللحظات. إذا مشاهدين الكرام ومستمعين الأفاضل، هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والمتحركة والباحثة والطامحة عن الفوز وعن الانتصار. لكن لا بد من العودة إلى المركز الأول، العودة إلى صدارة هذا الشوط ليتابع أيضا الإبداع المميز هنا مع الصدارة ومع مقدمة الشوط مع الإبداع الأول بمنافسة قوية وتحديا مثيرا للغاية واندفاع كبيرة ورائعة هنا بهذا الشوط. إذا الظبي 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 على المركز الأول وعلى الصدارة مع محمد بن علي بالسبع الدرعية. ولكن التغيير من شقف عبيد بن خلفان بن عبيد المزروعي يتصدر المشهد وينطلق على المركز الأول مقدما لشعاره وإبداعاته. انتقل للمركز الثالث لأجد مياسة، هذه مياسة وهذا هو خليفة بن محمد بن لويع الخيلي راعم طيلة قدم لنا في انطلاقة سن الثنايا ملامح في أول أشواط المهجنات وانتزع المركز الأول. ها هو يحضر أيضا، يحضر بهذا الحضور الجميل بانطلاقة مياسة مع سن الكبار. ركز يا راعم طيلة وتابع الأداء الجميل هنا. بينما المركز الثالث وسام القادمة شعار مانع بن علي بن حماد الشامسي يتحرك هنا على المستوى الرابع في هذه اللحظات. هناك
هنا في هذه الانطلاقة المميزة والرائعة. انتقل للمركز الخامس، فوصلت وتحركت على المركز الخامس الطيارة، بدأت تحرك محركاتها الأربعة وتقدم لنا هذا المستوى بشعار حمد بن سلطان بن سيف المنصورية. بينما انتقل هناك في هذه اللحظات هنا بنت ظبيان الواصلة بهذا المستوى، المستوى الجميل على المركز السادس. تحركت بن ظبيان لسعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري، يغير المراكز مركز تلو مركز في هذا الصباح الجميل بانطلاقة هذه المستويات الرائعة من الشعارات العملاقة في أرضية الميدان، في أرضية الميدان ولعت المنافسة. بدأ الصراع، بدأ النزاع من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. المركز السابع هنا إزعاج القادمة بشعار سلطان بن سليمان بن ناصر الشامسية يأتي مع المركز السابع. هنا المركز الثامن وصول جميل هنا بهذه الاندفاع، وصل بن رشيد يقدم لنا حذاري أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، ووصلت أيضا هنا وبرة مبارك بن شعفان بن عبيد العامري. بينما المركز العاشر هذه هي صدمة خليفة بن محمد بالوي على خيلية، هذه هي النتيجة. والنداء الثاني للمراكز العشرة الأولى المتقدمة الباحثة والطامحة عن الفوز عن الانتصار هنا في عاصمة الميادين في ملتقى الأصايل. 3 كيلومترات، 3 كيلومترات ما تبقى عن النهاية، ما تبقى عن التتويج، ما تبقى عن الفوز هنا بالمركز الأول. أشاهد الظبية، أراقبها، أتابعها بالعين المجردة. هذه الظبية التي تتصدر المشهد وتتقدم بأداء كبير، يقدمها محمد بن علي بن سعيد بالسبع الدرعي هنا. ولكن الطيارة وبدأت الطيارة تطير إلى المركز الأول بشعار حمد بن سلطان بن سيف المنصوري. وصلت بن ظبيان، وصلت بن ظبيان وتقدمت بسيوفها، بكاساتها، بإنجازاتها، ببطولاتها. تتقدم هنا على المركز الثالث، تغير إلى المركز الثاني، يقدمها شعار كبير، شعار سعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري. ظهر الظاهري بهذا الظهور في هذا اليوم ليبشر الجماهير، ليبشر الجماهير بجاهزية الشعار، بحضور الشعار، بوجود الشعار في عالم السباقات. يتحرك، بداها بنقطتين وبدا يدفع ويحاول بالهاترك، يحاول بالهاترك. بينما انتقل للمركز الرابع ليجد هنا مياسة قادمة بشعار خليفة بن محمد بالويع الخيلية. يتحرك راعي مطيلة بأداء كبير، بمنافسة رائعة، بشعار جميل هنا في هذا المستوى. خامس المراكز تحركت شغف، وبدأ عبيد بن خلفان بن عبيد المزروعي يقدم لنا مستوى كبير من شعاره المميز. هكذا مشاهدين الأعزاء أعود إلى المنصورية، إلى المنصورية في منطقة الانتصار. يتحرك المنصورية، يتحرك مع الطيارة حمد بن سلطان بن سيف المنصوري. ولكن بن ظبيان ما زالت على المركز الثاني، ما زالت على المركز الثاني بشعار سعادة فرج بن علي بن حمود الظهري. من اللي وصل، من اللي تقدم، من اللي تحرك؟ هذه شقف عبيد بن خلفان بن عبيد المزروع
الدفاعي، ولكن بدا الطيران، بدا الاقلاع، بدا الابداع، بدات الطياره تشغل محركاتها الاربعه، بدات هنا مع الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، كيلو الرعب، كيلو الطيران، كيلو الابداع، كيلو المتعه، كيلو الاداره، كيلو التكتيك، لكن الطياره، لكن الطياره لحمد بن سلطان بن سيف المنصوري بن ظبيان بالمركز الثاني، لسعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري ما قالها شيء، ذاخرنها لليالي الشداد، وصلت هنا، وصلت، وصلت شغف، وصلت شغف عبيد بن خلفان بن عبيد المزروعي، الله الله الله، ولعت المنافسة، ولعت المنافسة، بدأ صراع الطيارة، وعادت من ظبيان، عادت من ظبيان بالمركز الثاني لفرج بن علي بن حمودة الظاهرية، ما بين منصورة وبن ظبيان، منصورة وبن هناك الطيارة وبن ظبيان هنا مع الطيارة، الطيارة تطير إلى المركز الأول لحمد بن سلطان بن سيف المنصوري، يحقق الفوز، يحقق الانتصار هنا مع هذا الأداء الكبير، تهانينا والناموس لمالك الطيارة حمد بن سلطان بن سيف المنصوري على هذا الفوز. المركز الثاني بن ظبيان سعادة فري بن علي بن حمود الظهري، المركز الثالث حضرت فيه هناك شغف عبيد بن خلفان بن عبيد المزروعي، المركز الرابع هناك مياسة لخليفة بن محمد بن ربيع الخيري، المركز الخامس كانت حاضرة هي الظبي محمد بن علي بن سعيد بن سبع الدرعي. إذا متابعينا الكرام، الطيارة هي البطلة المتوجة هناك مع هذا الأداء الجميل، الطيارة لحمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري حقق الفوز والانتصار الجميل. سلام المرموم، سلام. هنا التوقيت الزمني 12 دقيقة 48 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بينما أتت بن ظبيان بالمركز الثاني لسعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 49 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. أما المركز الثالث هناك 12 دقيقة 51 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية، كانت شغف لعبيد بن خلفان بن عبيد المزروعي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.